مساء الخير عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل سمك الفيليه المقلي بتتبيلة وطعم المطاعم الكبيرة. نبتدي نقول المقادير مع بعض. معايا معلقة توم كبيرة، معايا توم باودر وبصل باودر، معلقة جنزبيل صغيرة، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة ملح صغيرة، ومش هنكتر الملح علشان هنحط على التتبيلة بتاعتنا، نص معلقة فلفل اسود وليمونة، حاول كمان ملح، كزبرة، كمون، جنزبيل، توم باودر وبصل باودر، ومعلقة توم كبيرة وليمونة، ومعايا معلقة خل كمان، وسمك فيليه ودقيق ونشا، معلقتين نشا، دي كوباية دقيق ودول معلقتين نشا. هنبتدي نقطع السمك. قطعنا السمك كده حبايبي، هنحطه في بولة. واضيف عليها التوابل، كزبرة، كمون، الفلفل الاسود، والثوم الباودر والبصل باودر، حوالي كده معلقة خل، وهسيبها كده في التتبيلة نص ساعة. اغطيها كده بالسترتش واسيبها نص ساعة. هنعمل الطحينة بقى مع بعض واسيبها كده نص ساعة. هنعمل بقى مع بعض يا حبايبي الطحينة بتاعت المطاعم، بتاعت عربيات الفول، بتاعت الكباب دي، هنعملها بنفس الطريقة. معايا كوباية طحينة
3 كوبايات ميه، يعني كوبايه الطحينه دي هتعمل لي 3 كوبايات طحينه، بس الميه تكون سخنه، يعني درجه حرارتها مش الميه بتغلي، درجه حرارتها على 60 70 كده تبقى سخنه يعني. ومعايا ربع كوبايه خل، ومعايا كمان معلقه ثوم، معلقه ثوم، معلقه كمون، معلقه شطه، وده نعناع ناشف. هقول كمان معايا كوبايه طحينه على 3 كوبايات ميه سخنه، على ربع كوبايه خل، على معلقه ثوم، على كمون، على معلقه شطه، على نعناع ناشف. لازم الميه تكون سخنه. شفت الكوبايات الطحينه دي هتعمل 3 كوبايات طحينه. هضيف عليها الثوم والكمون والشطه، مينفعش اي نعناع اخضر، لا مينفعش نعناع اخضر، لازم نعناع ناشف. فركت اهو، خليه كله ياخد من ريحة بعضه، التوم مع الشطة مع النعناع مع معلقة الكمون. هنزل كده بالتتبيلة دي شوية شوية، شايفين يا حبايبي هي خفيفة ازاي؟ شايفين؟ مية اهي. سعامل الرابط معانا هيكون الخل، مجرد ما نحط عليها الخل والمية سخنة هتتقل معانا جدا، وكل ما تبرد هتتقل اكتر. ربع كوباية خل، لو حابة تحط ليمون حط ليمون بعد ما تبرد خالص. بصي يا حبايبي بعد ما بردت اهي تقلت ازاي. هنحط بقى عليها معلقة ملح، وعصرة نص ليمونة،
التقفيل مش مخرزه ولا اي حاجه اهي، عشان حطينا عليها الخل وهي سخنه والليمون بعد ما بردت. بصوا بقى من كوبايه طحينه عملنا قد ايه، قد 4 كوبايات طحينه. وبص بقينا قد ايه في كمان، يعني من كوبايه طحينه بس و3 كوبايات ميه عملنا 5 كوبايات طحينه. هنبتدي بقى نعمل الرز مع بعض، رز الصياديه. جبت 2 معالق زيت وخلطت بصلايه كده وعليها مكعب خضروات، وأضيف عليهم معلقة عسل أسود، على كوباية رز مصري، وهقلب كله مع بعضه، البصل والعسل ومعلقتين الزيت والرز. في الاخر كده اديله لون، اديله معلقه كركم صغيره ومعلقه ملح. جبت 1.25 كوباية ميه وضفتهم عليه، وهسيبه يغلي وهغطيه. كوبايه دقيق، 1/2 معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر وفلفل، نفس المقادير اللي احنا حطيناها على تتبيلة السمك هنحطها، ومعلقة كركم، معلقة بابريكا، معلقة ملح صغيرة، و1/4 معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين نشا. هنعمل عجينة سايلة وعجينة جافة، يعني نفس التتبيلة اللي احنا حطيناها على السمك هنحطها كمان على نص التتبيلة، هتبقى سايلة والنص التاني هتبقى جاف. النص التتبيلة السايلة دي هنحط لها معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونحط لها كده 1/2 كوباية مية، هتبقى يعني سمك كريب كده. هنفضل نقلب فيها سمك عجينة الكريب كده. يعني خلينا افكركم بالمقادير، العجينة السايلة والعجينة الجافة، معلقة مستردة صغيرة، وهضيف كل السمك اللي احنا تبناه كله على العجينة السايلة. كل السمك اللي احنا تبناه مع بعض هضيفه على كلها، هغلف بيه العجينة السايلة دي، هغلف بيها السمك كله. الخليط الجاف اللي احنا عملناه يا حبايبي دوت هغلف بيه كمان السمك. بعد ما خلاص قلبته كله في العجينة السايلة، هاخد قطعة من السمك واحطها في الخليط الجاف وهقلبها. وبنفس الطريقة دي نعمل بيها بالظبط الفراخ الكنتاكي، الفراخ المقرمشة تحفة بجد، جربوه قوليلي رأيكم فيه ايه. وهنفض كده، هنفض الدقيق زيادة،
هبتدي انزله في زيت سخن، بس ما كترش الصينية، يعني ما املاش الصينية كلها من السمك. وهو بيقعد لحوالي يعني 5 6 دقايق كده، شايفين لونه الذهبي وقرمشته وطعمه في منتهى الجمال. اذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسيليش في لايك.